السلام عليكم متابعينا الأعزاء. تمثل اللقطات الغريبة جزءا من جماليات كرة القدم حول العالم، وهذه المرة كان بطل اللقطة لاعب قرر حسم المباراة، ولكن بطريقة غير مألوفة. بات لاعبا مغمور ينشط مع نادي هارتفورد أتليتيك في الدوري الدرجة الثانية الأمريكية لكرة القدم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أحرز هدفا مذهلا ليمنح فريقه فوزا قاتلا. ففي اللحظة الأخيرة من المباراة التي جمعت بين هارتفورد أتليتيك ومضيفه فيلادلفيا، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، وصلت كرة عالية إلى منطقة الجزاء أصحاب الأرض ليلتقطها حارس المرمى، ولكن عندما حاول الأخير تمرير الكرة لأحد زملائه باغته مهاجم هارتفورد أتليتيك داني باريرا، الذي قام بحركة بهلوانية حيث مد قدمه اليمنى عاليا وإلى الخلف لترتطم الكرة بكعبه وتتهادى إلى الشباك، وكان ذلك في الدقيقة 90 من المباراة. وبفضل هذا الهدف المبتكر انتزع هارتفورد أتليتيك الفوز بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع هدف باريرا، حيث قام العديد منهم بإعادة نشر لقطة الهدف على صفحاتهم.